التقينا اليوم في هذا اللقاء الأول على مستوى برمجة أنشطة المجلس بالمعرض حول موضوع يتعلق بالمعالجة الإعلامية لظاهرة الهجرة. طبعا أول حاجة اللي يمكن نسجله هو أن هناك تقدم في التعامل مع ظاهرة الهجرة من طرف المشتغلين بمجال الإعلام والصحافة بوجه عام. إذا احنا قسنا المسألة على امتداد 20 سنة الأخيرة من سنة 2000 إلى اليوم هناك تطور، ولكن في نفس الوقت هناك ضرورة المزيد من مهننة العمل في هذا المجال. وعلى كل حال المغرب خطى خطوات مهمة فيما يتعلق بالمقاربة الحقوقية لظاهرة الهجرة. لم يعد يكفي عن التعاطي الأمني مع الظاهرة، ولكن المقاربة الشمولية انطلاقا من المعاهدات الدولية والمرجعية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأيضا التزاما بميثاق مراكش لسنة 2000 المتعلق باعتبار الهجرة كظاهرة إيجابية وكأحد روافد التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي. ولكن لابد أن يرافق العمل الإعلامي هذه التحولات التي يعرفها المغرب على المستوى السياسي والقانوني فيما يتعلق بمعالجة ظاهرة الهجرة، وهذا يتطلب فضلا عن السلوك الأخلاقي والموقف الإيثيقي في المجال يتطلب تكوين خاص لننتقل من مستوى الإخبار إلى مستوى الدراسة والتتبع الميداني وأيضا فهم ثقافة المعني بالأمر. المهاجر اليوم ليس فقط حضور جسدي، ولكنه خطاب، ولكنه ثقافة، ولكنه إمكانيات يجب الانفتاح عليها والإنصات عليها، وهذا لن يعمل إلا على إغناء هويتنا وثقافتنا الذاتية. لا، أولا هناك التزامات ديال المغرب فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية حول الهجرة. ثانيا كمؤسسة حقوقية يعني تؤمن بكونية حقوق الإنسان، في المهاجر قبل هذا وذاك إنسان يتمتع بكل الحقوق التي تضمنها المعاهدات الدولية. أضف إلى ذلك أن هناك معاهدات خاصة بالهجرة وبالمهاجرين وبحقوقهم كأفراد ولكن كعائلات كأطفال، فبالتالي من البديهي أن يكون الموضوع محط اهتمام خاص من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ثالثا أن المغرب من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس يعني شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإفريقي، وهو نائب رئاسة الفيدرالية العالمية للمنظمات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فبالتالي هناك مسؤولية حقوقية وسياسية وأخلاقية للاهتمام بهذا الموضوع.